السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مرتاحين ان شاء الله؟ رجعت ياكم فيديو جديد مع لويس. حلقتنا لهذا اليوم راح نتكلم بها عن طريقة لعب زوجي عن طريق محاكي ايثرز اكس 2 اللي خاص بتشغيل العاب البلاي ستيشن 2. راح نقدر نلعب من خلال هاتف واحد، نقدر نلعب زوجي، يعني عندك جوستيكات اثنين بس لازم جوستيك او تي جي وجوستيك لازم عن طريق البلوتوث. كل ما عليك ان تطبق الخطوات الموجوده بهذا الفيديو وان شاء الله ما راح تواجه اي مشكله اذا انت مهتم وحاب تلعب العاب محاكي ايثرز اكس 2 زوجي ومن خلال جهاز واحد فقط ومن خلال جوستيكات اثنين. كل ما عليك ان تطبق الخطوات الموجوده بهذا الفيديو وان شاء الله ما راح تواجه اي مشكله. راح اخليك تسوي الشرح. مشاهده ممتعه. قبل لا ابدا بالشرح لا تنسون دعمنا في القناه، حط لايك كومنت اشترك في القناه وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد مع لويس. طبعا شباب هذا محاكي ايثرز اكس 2 اللي هو بالنص بشكل مربع ازرق، هذا هو اللي محاكي الخاص بتشغيل العاب البلاي ستيشن 2. بالنسبه لطريقه التشغيل، اول خطوه اللي هي راح نحتاجها كالعاده اللي هي قطعه الاو تي جي. هذه قطعة الاو تي جي، هذا هواي شغلات نحتاجها نفس ما قلت لكم حسب الجهاز مالتك. انا جهاز تايب سي فاجيب او تي جي تايب سي، اذا جهازك مايكرو جالكسي القديم فتجيب له المايكرو جالكسي القديم بفتحة يو اس بي. فش نسوي؟ هذه جوستيك خاصة بالبي سي فاجيب الكيبل مالتها واربطها بالاو تي جي بشكل يعني بهذا الشكل وترجع مباشرة تربطه بالجهاز مالتك. مثل ما جاي تشوفون ربط شغله، هسه تاكدت بانه الجوستيك اشتغلت ما بأي مشاكل. مثل ما جاي تشوفون اشتغلت، نجي نشغل البلوتوث. البلوتوث مشتغل، نجي نشغل هذه القطعه، هذا الجوستيك هذه عن طريق البلوتوث راح تشتغل. نجي هسه نشغل، نضغط على زر الهوم. مثل ما جاي تشوفون طلعت عندك هذه النشره اللي باللون الازرق، هنا ايضا ربط من خلال البلوتوث ضغطة مطولة لتأكد بأنه الرابط عن طريق البلوتوث أو لا. مثل ما جاي تشوفون اتصلت مباشر، إذا ما متصلت تطيها على البحث وتنزل للأسفل، هنا راح تلقاها تضغط عليها وتطيها اقتران. مرات ما تطلع عندك تظل ضغط زر الهوم والمربع ضغطة مطولة، وأيضا راح يظل عندك نشرة هي شيء سريعة فمباشرة فقط ما تطيها أيضا راح يطلع لك بالبحث هنا بالأسفل، تطيها بحث وتطيها على تضغط على الجوستيك راح يقول لك اقتران، تطيها اقتران مباشرة راح يربط عندك وما راح تواجه أي مشكلة. هسه تأكدنا بأن الجوستيكات اثنين الربطان مثل ما جاي تشوفون اثنين نقدر نتحكم بيهن. نتوجه على محاكي ايثرز اكس 2، ندخل على المحاكي. مثل ما جاي تشوفون بعد ما فتح عندك المحاكي بهذا الشكل، نتوجه إلى لعبة بيس 2014، أنا محدث إلى بيس 2023. ندخل على البيس، مثل ما جاي تشوفون طلع لك بهذا الشكل. نجي نضبط هسه الإعدادات اللي خاصة بالمحاكي اللي خاصة بالتحكم، نضغط من هنا نخرج من هنا، تروح على هذا الزر اللي خاص بالسهم تضغط عليه راح يطلع لك بهذا الشكل. تتوجه إلى شاشة اللمس، إذا عندك أنت الأزرار طالعة فشو تسوي؟ تضغط على عرض وحدة التحكم اللمس الطيلة شيء حتى تلعب براحتك ما يضايقنك الأزرار، تمام؟ هذا خلصنا من يمها، تروح على منفذ رقم واحد، هذه منفذ رقم واحد، شو تسوي بهاي الحالة؟ لازم تطبق الخطوات اللي راح أسويها حتى ما تواجه أي مشاكل. أول خطوة تروح على مثلا هذه راح تخليها جوستيك رقم واحد، تمام؟ تروح على نوع ذراع التحكم تضغط عليه. هي راح تلقاها انت راح تلقاها على لا شيء، تختار على هذا الخيار الثاني. شو تسوي هنا؟ تعيين تلقائي، تضغط على تعيين تلقائي، هي اللي رابطينها على اليو اس بي اللي هي هاي اللون الاخضر، فخليها رقم واحد او تخليها رقم اثنين مو اشكال حسب انت براحتك. مثلا انا راح اخليها رقم واحد بالمنفذ رقم واحد، اخليها رقم واحد مثل ما جاي تشوفون طلع لي بهذا الشكل. تروح على منفذ رقم اثنين اللي هي راح نخليها هذه الجوستيك، ايضا تروح على نوع الذراع انت اذا تلقاها على لا شيء تختار على هذا الخيار الثاني. وعندك تعيين تلقائي، تضغط على تعيين تلقائي،
هذه هي هذا الرابط على البلوتوث تختار على ثاني وحده، لان الاولى اليو اس بي هذه، فتروح على ثاني وحده اللي هذا البلوتوث تختارها. يقول لك اكتمل التعيين التلقائي. هسه شو نسوي اذا واجهنا بعض الاشكالات بالازرار فلازم نربطها يدوي؟ تمام، انا واجهت بعض الاشكالات فسويتها يدوي واشتغلت ما بي اي مشاكل. هسه مثلا ندوس اكس، او هذه خليناها التحكم رقم واحد مثل ما جاء شوفون قبل تاسيت، ماكو اشكال. طبعا اللعبة البيس بهذا المحاكي يحتاج لها جهاز قوي جدا، من واجهت شوية بيها تقطيع الصوت مالتها. مثل ما جاء شوفون طلعنا نفس البلاي ستيشن 2، عندك هذه بس تدوس هذا الزر. مثل ما جاء شوفون طلع عندك هذا زوج، اذا الربط مالتنا صحيح وما واجهينها اي مشاكل. هنا تجي تسوي الاعدادات، هنا أنا ايضا نفس الحالة، اكس اكس اها لا خلينا نسويها هاي بدون اسامي، نخليها رقم 2. تمام، نجي هسه نضغط على للاسفل نعطيها اكس. نعم حاليا دخلنا، مثلا نختار مثلا ريال مدريد ضد برشلونة. نجي مثل ما جاي تشوفون التحكم صحيح وما بي اي اشكالات، برشلونة. خلينا نسد هذه حتى ما نواجه مشاكل بيها. الالوان طبيعية ستارت. عندك هنا خلينا نسويها، خليها 5 دقائق مثلا ستارت. مثل ما جاي تشوفون فتحت عندك الخطة، بالنسبة للخطة انزل حتى يعني ما ياخذنا الوقت. مثل ما جاء شوف فتح عندنا جيم بلاي خاص ببيس 2023 اللي هي على محاكي ايثرز اكس 2، وربطناها سوية عن طريق هاتف واحد عن طريق جوستيكات 2. مثل ما جاء شوفون فتحت عندك، اذا نجي من الجوستيك الاول اللي هي ريال مدريد، مثل ما جاء شوفون ندوس على اكس ما تلمس. اذا شنو شي يحتاج بهذه الحالة؟ يحتاج تربط الازرار تلقائي. تمام، تروح على الاعدادات، تروح على اعدادات رقم هذا على شكل الازرار الخاصه بهذا البيس، الخاصه بازرار البيس او الازرار الخاصه بالاتجاهات. تروح على منفذ رقم واحد، منفذ رقم واحد ايش خلينا احنا اللي هي هذه. اذا هذه لازم تضبط الاعدادات الخاصه بها، تنزل للاسفل، هذه منفذ رقم واحد، تنزل للاسفل عندك هذه الاتجاهات، تضغط هذا على الاتجاه الاعلى، تضغط اللي هي اب، تضغط على الاعلى. هنا عندك اللي هي رايت يمين داون اسفل، والليفت اللي هي يسار. تنزل اسفل، هنا عندك المثلث تضغط مثلث، عندك الدائره تضغط دائره، عندك الاكس تضغط اكس، عندك المربع تضغط مربع. تنزل اسفل سيلكت، تختار على السيلكت، ستارت ستارت، عندك ال ال1 تختار على ال1، ال ال2 تختار على ال2، تنزل على الار 1 تختار الار 1، ار 2 تختار الار 2. تمام، نجي بعد ايش عندنا هذا اذا تحتاجين اللي ما يعرف الهندني ال ال 3 تضغط يعني على الجير ضغطه راح يصير الار 3، تضغط على الجير اليمين ضغط ايضا راح يصير. بعد ايش عندك بعد ما نحتاج هندني هذا الجير اذا تبي تربطه فما نحتاج. مثل ما جاء شوف نطلع على كاسه، نرجع على اللعبه نعطيها اكس. مثل ما جاي تشوفون حاليا قدرنا نلعب زوجي. هسه حاليا الازرار ما بيها اي اشكالات، تلعب باص كذلك، هذا بنزيمة فينيسوس جونيور مربع. مثل ما جاي تشوفون اشتغلت هسه حاليا، انا تحكمت بالريال. نفس ما قلت لكم شوي اللعبة بيها لاق، لان لعبة قوية واخر اصدارات وعلى الجوال. هسه نجي على فريق برشلونة، مثل ما جاي تشوفون جاي اتحكم به ماني، هذا الريال مدريد حاليا. انا ايضا شوف فينيسوس جونيور جاي يتحرك، وعندك هذه. اذا اللعبه ربطت وما واجهنا اي مشاكل مثل ما جاي تشوفون.
هسه نتحكم كورتوا من خلال الجويستيك الثانيه مثل ما جاي يشوفون. نتوجه على لعبه ثانيه هسه مثل ما جاي يشوفون اشتغلت عندنا زوجي وما واجهنا اي مشاكل. نتوجه على لعبه ثانيه حتى نجربها ايضا تشتغل او لا. نخرج هسه نفس ما قبل لا نخرج نفس ما قلت لكم اكو بعض الاشكالات واجهتها بالازرار اني تروح على الاعدادات اللي هي بيمن واجهتها بازرار اليو اس بي اللي هي هذه الجويستيك عن طريق الاو تي جي. شو نسوي؟ تروح على الاعدادات توجه على منفذ رقم واحد اللي احنا خليناها منفذ رقم واحد، انت خليتها منفذ رقم ايش قد تروح عليها، فسان خليتها منفذ رقم واحد تروح على الاتجاهات. انا واجهت اشكالات بالاتجاهات بشنو؟ عندك مثلا صار عند اتجاه رقم واحد العفو اتجاه اللي اعلى من تضغط اعلى راح ينزل اسفل، ومن تضغط اسفل راح يصعد اعلى، واليمين واليسار كذلك بالعكس. ف يعني من انا حولتهن مثلا سويت الاعلى اسفل والاسفل اعلى واليسار يسار يمين واليمين يسار، يعني هاي اذا واجهتها انت حتى تتخلص من هذه الاشكالات. فاني واجهتها في نفس ما قلت لك يعني ساقيتها بهذا الشيء، سويت الاتجاه الاعلى اسفل والاسفل اعلى واليسار يمين واليمين يسار، تمام؟ اذا واجهت هذه الاشكالات واذا ما واجهته فمباشر عليه يعني العبوا اللعبه. فهسه نخرج من هذه ندخل على مثلا نجرب لعبه ثانيه مورتل كومبات مثلا. اي نسخه يعني اي العاب، احنا فقط حبينا نجرب هذا الشيء لكم. وهواي اشخاص ما يعرفون يلعبون زوجي ويجوز يعني متوفرات هذه الادوات الجوستيكات وما يعني ما يقدرون يربطونها المهم او ما يعرفون الخطوات اللي يسوونها. فهسه ندخل على هذه نعطيها ستارت لان هذا التحكم الاول احنا مخلينه. مثل ما جاي تشوفون طلع لك بهذا الشكل. شلون تربط هذا الجويستيك؟ شلون تطلع؟ فقط تضغط على ستارت. مثل ما جاي تشوفون طلع عندك رقم 2 راح تقدر تتحكم مثلا تختار هذه الشخصيه. مثل ما جاي تشوفون طلع عندك بهذا الشكل راح نقدر نتحكم من رقم 1 ومن رقم 2. هذا حاليا رقم 1 وبالنسبه لرقم 2 هذا رقم 2. مثل ما جاي تشوفون جاي تقدر تلعب زوجي وما راح تواجه اي اشكالات بيها. مثل ما جاي تشوفون راح تقدر تتحكم بها عن طريق هاتف واحد فقط وعن طريق جويستيكات اثنين، واحدة على البلوتوث وواحدة على قطعة الـ OTG على الـ USB. ما راح تواجه أي مشاكل مثل ما جاي تشوفون قدرنا نلعب بها. وإذا واجهت مشاكل اكتب لي بالتعليقات شنو الإشكال اللي بيها حتى أنزل فيديو خاص. المهم شباب لهنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، لا تنسون دعمنا في القناة، اطلع كومنت، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. مع علي ويس انتظرونا في حلقات قادمة. في أمان الله. Everybody.